أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطة على أهمية حشد الحشود أو الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لدعم قطاع غزة وتكثيف العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي. وأشار أبو الغيط إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الجرائم الإسرائيلية الفظيعة في قطاع غزة، والتي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، داعيا إلى ضرورة العمل بشكل فوري لوقف تلك المذابح.